لبست 10 سنين سجن وخرجت بدري لحسن السر والسلوك. بتمنى من ربنا الاقي بنتي واشوفها. ان شاء الله تلاقيها، ان شاء الله تلاقيها وتفرحي بيها. تعالي نعدي. الو ثانية واحدة. بقول لك ايه، وحيد اقول لسه ان انا جاية له حالا، وادي الموبايل ده لمنى شلبي عشان عمال يرنم الصبح. الو ايه يا استاذ فوزي؟ اهلا اهلا، وحشني والله. فينك يا استاذ؟ تصوير؟ طبعا انا جاهزة، انا جاهزة. حضرتك عارفني يعني بيسموني عبير دليفري كده. ماشي يا استاذ، ان شاء الله. ماشي يا استاذ، مع السلامة. وشك حلو عليا، وشك حلو عليا. جالي شغل، جالي شغل. وبعدين ايه بقى؟ محتاجين نشتري بقى هدوم كتير قوي قوي عشان ما عنديش حاجة خالص اشتريها. هو تعالي معايا. والله فكرتيني، انا كمان محتاجة اشتري هدوم كتير. طيب تعالي نروح المحل ده. انا جايبلك زبون ما بيجيش مرة واحدة بس في العمر. زبون بيحب يكون اول واحد في حياة اي بنت. هجيبلك منه 5000 دولار ويمكن اكتر. مش اول مرة برضو ولا؟ هي فين ولاء؟ انت بتضحك عليا يا علاء؟ طبعا بضحك عليك. ثانيه واحده، ثانيه واحده بس، عايز اوريكي صوره حلوه كده. الله، نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود. الله يخرب بيتك، انت ما عندكش دم، حرام عليك. انا يوميها زقتك وهتجري. انا عارف عارف ومصدقك، بس الصوره ما بتكذبش. انا ما حصلش بيني وبينك اي حاجه، حرام عليك. هو ده اللي مزعلني، ما بيحصلش بيني وبينك اي حاجه. اسمع الكلام والنعمه هتفضحني. انا عايز افهم انت هتستفيدي ايه لما تفضحني؟ مفيش فضايح ولا عيب. فضايح ايه؟ ربنا ما يجيب فضيحه. كل ما هنالك يعني طول ما انت فاضيه بعت عليا انا قاعد لوحدي. لكن لو ما عملتيش كده هتبقى هي دي الفضيحه. هبعت الصوره لخطيبك وما تسالنيش اعرفه ازاي ان اسمه زي الطبل في الزقازيق. تعالي نقعد شويه. تعالي قذر وقليل ادب، سافر بيت. خدي طبعا مجنونه، خدي اما اقول لك. استني خدينا معاكي. استنوني. مالك يا بنتي بتتنطي كده ليه؟ ابدا مفيش حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ ده انتي بتتنفضي ولا من الكهرباء؟ تعبانه، حمل تعبني. هو الواد الرمه اللي تحت ده ضايقك في حاجه؟ سيبك منه، ده واد زباله. الدنيا كلها بقت زباله. عايش خلاص يا حيوان.
ما نزلتيش ليه يا كوكي؟ مفيش شغل النهارده ولا ايه؟ هو الشغل بيخلص ولا الهم بيخلص؟ انا بس صحيت تعبانه شويه وعندي مغص كده، قلت اشرب حاجه سخنه اخد دواء وارتاح شويه. اغرف لك؟ اغرفي يا حبيبتي. واحنا مش هنستنى ولا؟ لا بقول لكم ايه، انت هتستنوها ولا ايه؟ ولا ملهاش اي مواعيد، لو هتستنوها هتصوموا. انت بتاكليش ليه يا كوكي؟ يا لهوي في ايه؟ كوكي الحقي كوكي انحرسي كوكي ملحتي ايه؟ واحد باي باي مالك؟ مالك يا كوكي؟ كوكي انا رحيم حبيبتي انا يستر يا رب. مش كنت طلبتي مني الليمون من اسبوع؟ خدي يا ستي. ما لسه بدري. انا عايزه افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زيارة عائلية. عائلية؟ مش قادرة، كعبي هينخلع مني. هو احنا هنخش عند الدكتور امتى؟ معلش يا روحي استحملي يا اختي شوية، تعالي على نفسك، ربنا على القوي. اصلا يا اختي متجوزة ارهابي بعيد عني، عرف بس ان رجليها خدت عتبت الباب يا لهوي اتجنن، كسر البنت على الاخر اهي، ما تنفعش تاني ببصله. ما تهدوا بقى يا جماعه، القبله دلوقتي هتدخلكم للدكتور. مش كده يا قبله؟ حاضر يا جماعه، لحظه واحده. يا حبيبتي ما الدكتور لازم يتصرف، امال البنت موجوعه على الاخر. يا جماعه حرام عليكم، مش معقول كده ست البحتان. الله قولي يا حبيبتي قومي. احنا لسه هنستنى يا بنتي شويه. أنا آسفة يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليلى، أنا ما أعرفش خالد فين. أنت ما فهمتش. شبشبة وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قلة أدب ومفيش أكتر منها. هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر أكتر من اللي خسرته. ده غير الفضايح بقى والجرس، فدحتك هتبقى بجلاجل قد كده، والناس هتبطل تيجي لك العيادة هتشطب. طب ليه كده ليه؟ مشكلة بينك وبين خالد، أنا إيه ذنبي؟ عايزة بنتي يا خيري. وصلني لخالد. أنا عارفة إن أنا عملت له فضايح ومشاكل كتير. بس ما توصلش إن هو يمنعني عن بنتي. أنا بترجاك دلوقتي يا خيري. أقسم بالله العظيم. وحياة حبستي في السجن ظلم. لو راست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد إذنك؟ اديني فرصة وانا هبقى كلمة.